صباح الخير ليا. صباح الخير يا نور. يسعد صباحك صباح جميع مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلة صباحية جديدة رح تبتديها معكم بمحطات عديدة من دمشق وأكيد للمحافظات السورية حصة برحلتنا لليوم، لكن كالعادة مع بداية كل نهار نتمنى هالنهار يحمل الخير والبركة وراحة البال والرزق الكتير والانفراج لكل الناس يا رب. أكيد أكيد يا رب يا نور، وأنا كمان بدي أتمنى الخير والرضا والسعادة لكل مين عم يتابعنا ولكل مين هيك طلع من بيته، وتمنى أمنية إن شاء الله يا رب هيك بتتحقق والأرزاق الكتيرة لكل العالم. وأكيد اليوم نور ناطرين حدث كتير مهم وهو الكسوف الجزئي يلي رح نتابعه أكيد مباشرة عبر الإخبارية السورية إذا الله راد، لحتى نتابع يمكن هذا الحدث الهام يلي هو بيحدث كل يعني بالسنوات. بتذكري ب 99 صار مثل بس هيك. أهم شيء لازم نعمل تذكير بتحذير، ما حدا يطلع بشكل مباشر لأنه بيصير أذية كتير كبيرة للعين حتى لو كنت حاطط نظارات شمسية، يفضل عن طريق الشاشة إذا تم بس مباشر يحضروا كل الناس 100%. أكيد إن شاء الله هيك بنتمنى الخير على البلد وعلى كل الناس، ورح نبلش صباحنا لليوم بس خلينا نروح لفاصل ونرجع. المجد ربية سوريا عروس العرب الحلوة، والمجد بيعرف سوريا قلعة أبطال ونخوة، أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا، أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا، يا رب احمينا وقوينا حتى نحميها. مزارع عجنود الفلاحين عشبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين، مرسومة بالمزارع عجنود الفلاحين عجبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين، أرض الحرية سوريا أحلى غنية سوريا، أرض الحرية سوريا أحلى غنية سوريا، يا رب احمينا وقوينا حتى نحميها. المجد ربية سوريا عروس العرب الحلوة، والمجد بيعرف سوريا قلعة أبطال ونخوة، المجد ربية سوريا عروس العرب الحلوة، والمجد بيعرف سوريا قلعة أبطال ونخوة، أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا، أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لنتابع أهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. تتولد أحداث جديدة وبتتسجل بروزنام التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 25 تشرين الأول، خلونا نتعرف على أهم الأحداث يلي صارت بتاريخ اليوم. بمثل هاليوم من عام 1944 اليابان بتبدأ هجمات الكاميكاز، وهي هجمات انتحارية بالطائرات على السفن الحربية الأمريكية. وبعام 2001 إطلاق ويندوز XP رسمياً. وبمثل هاليوم من عام 2012 شركة مايكروسوفت بتحتفل بمناسبة الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل ويندوز 8 الجديد. هاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات يلي كان إلى بصمة مميزة، ففي عام 1881 بابلو بيكاسو رسام تشكيلي إسباني. وأيضا شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1826 فيليب بينيل وهو طبيب فرنسي كان له دور أساسي بتطور نهج أكثر إنسانية نفسيا باستضافة ورعاية المرضى النفسيين. ومتابعين بصباحنا وخلينا نروح إلى تقريرنا التالي وفقرة هل تعلم. هل تعلم
تعلم بأن حلزون الصحراء يستطيع أن ينام 3 سنوات؟ وهل تعلم بأن المحادثات الإلكترونية كثيراً ما ينتج عنها سوء فهم لأنك لا ترى ولا تسمع نبرة الطرف الآخر؟ وهل تعلم أيضاً أن هناك تمثال في الصين لعمال النظافة تقديراً لجهودهم في الحفاظ على نظافة الشوارع؟ وأخيراً هل تعلم أنه عندما يفقد النسر ريشة واحدة من أحد جناحيه فإنه تلقائياً يخسر ريشة من جناحه الآخر ليحافظ على توازنه الدقيق؟ أما هلا مشاهدينا بننتقل لمادتنا التالية وتحديدا بمحافظة حمص، فقد أقيم عرس جماعي لأكثر من 70 عروس وعريس. التفاصيل مع مراسلنا بحمص، خلونا نتابع. بهدف مساعدة الشباب على الزواج وتكوين أسر، نظم مشروع ربيع المودة حفل زفاف لنحو 80 عروسا وعريس في محافظة حمص ضمن برنامج التكافل الاجتماعي الذي يقدم للعرسان برامج للتأهيل الأسري وتجهيزات للبيت الزوجي لبناء أسرة سليمة في هذا المجتمع السوري، لتأهيلهم وبناء هذه البذرة الطيبة في المجتمع السوري. وبسبب الظروف المعيشية انطلق مشروع ربيع المودة لتزويج هؤلاء الشباب لمساعدتهم، إعطاء إشارة على الإصرار لإعطاء معنويات لجيل الشباب الذي تحمل ودافع عن البلد والأرض، وشعاره من كل المجتمع أن معهم وحتى يشكل أسر جديدة ذات نواة صالحة لحفظ البلد وليكونوا محل تطوير وتنمية والبقاء في البلاد دون الهجرة. نحن كزوجين لنا 5 سنين خاطبين والحمد لله، نتشكر جميع اللي ساهموا بهذا البرنامج وكان كتير ممتع ورائع جدا، وانبسطنا كتير والترتيبات والتنسيقات كانت كتير حلوة. هلا كفكرة عرس الجماعي على مستوى الاقتصاد الصعب اللي نحن مارين منه فيه بسوريا، كان فكرة كتير حلوة لأنه كانت بتستهدف الأشخاص بجميع الشرائح. هاي مبادرة بتخدم كل الشباب، كانوا شباب جامعيين أو كانوا حتى شباب أيتام من فئة الأيتام اللي ما رح يقدروا يأمنوا كمجتمع مستلزمات زوجية. هلا نحن بظل هالظروف السورية الحمد لله رب العالمين كنا كسوريين قادرين نحن نقاوم ونكمل. هاي الفكرة الجميلة جدا جدا اللي ساعدت كثير وفتحت أبواب زواج مساعد الشباب شبان، حتى في فكرة جميلة جدا أنه زادت من تشجيع الشباب والشابات على إكمال دراستهم. حفل الزفاف الجماعي جاء لمساعدة الشباب على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة والتأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي في بناء المجتمع وربط الشباب السوري بوطنه. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. يعني متابعينا بصباحنا وصلنا إلى أولى فقراتنا لليوم يلي بتعنى بعلم النفس. كثير من السيدات بيدوروا على الجمال وخاصة يعني بأوقات محددة وبيطلبوا هذا الشيء، بس لما بصير عندهم هاجس أو مبالغ فيها بتتحول لنوع من الوسواس، نوع من المرض، نوع من يمكن الأوفر بكل شيء. رح نحكي اليوم عن هي المشكلة إذا صارت يمكن قلبت عكسية بردة الفعل لما نحن كتير من أوفر ومندور على الجمال، مع الدكتورة. بدي رحب بالدكتورة سمر علي، دكتورة بعلم الاجتماع. صباح الخير. صباح. أهلا وسهلا فيك. صباح الجمال. يسعد صباحك دكتورة. يمكن بالآونة الأخيرة كل الصبايا والسيدات وحتى الرجال يعني عم يتوجهوا للعناية بجمالهم، عم يبحثوا عن الجمال بشكل يمكن كبير، لكن إمتى فينا نقول أصبح الموضوع مبالغ فيه؟ يعني اللجوء للتجميل صار مبالغ فيه. في ناس يمكن بتدور على إعادة الثقة بالنفس، في ناس بتحب ترجع حلوة تصغر حالها، بس للحظة بقول أنا لا، هون في خلل، في مبالغ فيه، في درجة عم نشوف حتى يمكن صبايا كتير صغار، يعني قبل ما كنا نشوف عم نشوف بال16 بال17 أعمار جدا صغيرة عم تبلش تلجأ للتجميل لأنه هي موضة دارجة اليوم.
بداية حصلح شوي بالمقدمة اللي حكيتيها حضرتك. السيدات مو بمرحلة معينة بيبحثوا عن تجميل بكل مرحلة. السيدة بطبيعتها يعني لما بتكون طفلة المراهقة أو حتى طفلة صغيرة بعمر السنتين بعمر السنة أو بالسنتين بتلاقي واقفة على المراية عم تقلد ماميتها كيف عم تحط الأيلينر الميك اب عم تجرب كنادرة يابا. فبالهرمونات يعني بهرمونات الجمال والأنثى هي رمز الجمال أساسا فشي طبيعي من طبيعتها تبحث على الجمال والرغبة أن يكون جميلة بكل الأوقات وقد ما بقدر. موضوع عمليات التجميل اللاستيك سيرجري هيدا موضوع خلينا نقول نحن منه سلبي ولا إيجابي لكن يكون حاجة في أماكن يكون طبيعي في أماكن ممكن يكون بمرحلة ما زيادة عن اللزوم أو ممكن يكون حتى بمرحلة الخطأ. هلأ شيء طبيعي عمليات التجميل تكون أحيانا ضرورية ببعض الحالات مثلا الحالات الطبية أحيانا تشوهات الحروق يلي بالفعل وقت المريض بيكون بحاجة لهيك نوع من العمليات لاستعادة منظر الطبيعي. ما حنقول حيكون جمال زيادة لكن حكيتي عن موضوع الثقة بالنفس قد ايه بيكون في عنا تشوهات بسبب حروق أو عمليات جراحية. خلينا نقول أحيانا النساء بعد الولادة جروح الولادة أو شيء في أمور تحتاج عمليات جراحية سواء كانوا أحيانا ممكن يكونوا أطفال بحاجة إلى تجميل بعد عملية جراحية أو موضوع الحروق. لكن هذا الموضوع الطبيب الجلدية أو الطبيب العام بيقرر غالبا يفضل من 18 وما فوق ليكون في إمكانية لإجراء أي نوع من عمليات التجميل حتى التجميل يلي بيكون علاجي. موضوع أنه بالفعل عم نلاحظ أحيانا فتيات بأعمار صغيرة ممكن تحت 18 خاصة هلا بمدة الفيلر والميلر والبوتوكس والقصص نحن ما ضد القصة لكن طفلة بهي العمر صراحة شيء غريب أو شيء خلينا نقول منه طبيعي لعمره صح. يعني بهي العمر يفترض يكون عم يتوجه للدروس للمدارس للترك أساسا بهالمرحلة العلمية عفوا بهي المرحلة العمرية غير مناسب تفكر بهيك قصص أساسا فوق عمره. يعني لحد هلأ أعتقد العلم ما أدراني إلنا 100% إذا في سلبيات أو في عواقب لعمليات التجميل لاحقا فكيف أنا بدي أعرض طفلة من عمر مثلا 15 أو 14 سنة لعمليات تجميل سواء كان نفخ خدود أو شفايف أو أي نوع. ولكن الأسوأ بهي الموضوع لما الأهل بيرافقون. طب الأهل هون شو دورهم لما الأم عم ترافق ابنتها لطبيب التجميل بدي يساوي كذا وبدي يساوي كذا تحتاج وعي صراحة تحتاج وعي موضوع لسه أصلا جسمه وتكوينه ما اكتمل تماما. دكتورة بما أنه نحن عم نحكي عن التجميل تحديدا اليوم يعني خلينا نحكي اليوم هل هي عمليات تجميل بتعطي ثقة بالنفس أو هي ردة فعل أو مثلا أي حدا أو أي سيدة أو أي شاب ما بدنا نجمل بس صحيح. الصبايا تعرض لموقف أو فشل ما بالعمل بعلاقة زوجية بعلاقة عاطفية يعني حدا بيعود أو أي شيء حب أنه بس طلع أنه أنا حأعمل نيو لوك حروح أنفخ حروح أعمل حروح شب ليه عنا هي ردة الفعل ليش مو نحن ومع شريكنا أو نحن وبعملنا يلي نحن منحبه يعني منغير هذا الشيء اللي نحن منرغبه ليش بعدين نحن منتذكر تماما. هلا شوفي عزيزتي موضوع الثقة بالنفس بيختلف من شخص لآخر. هلا كان في كتير نصائح وحتى معروف لما تكون عندك معناتها هي قلة ثقة بعلم النفس أحيانا ممكن تكون قلة ثقة. هلا موضوع الثقة أنا كيف بدي استعيد ثقتي بنفسي كيف بدي خلينا نقول أنا مريت بفترة كانت متعبة سواء بعد امتحانات أو فشل معين أو صعوبة أو كان في عندي ميل للاكتئاب تمام يلي ينصح فيه عالميا انزلي على السوق تسوقي غيري لوك شعرك غيري تسريحة اشتري ثياب جدد. لكن اساسا هي المرحله يعني مرحله القلق او الكآبة عم تكون صغيره وحتعدي فانا اي شيء بساوي يفترض ما يكون له اثار سلبيه على حياتي. شوفي لما بطلع بشتري ثياب او بطلع على السوق بغير قصه تسريح شعري هذا الشيء ما حيأثر على صحتي. لكن لما بيكون في عمليات تجميل سواء كان نفخ للوش او خلينا نقول اي نوع من الاشياء اللي دارجه هلا نحن منا برجع باكد منا لنا مع ولا ضد لكن بالمستوى الطبيعي لما بدي اسوي شيء تجميلي بعدين ما يتصلح او بعدين اندم عليه شوفي هون الطعم الكبرى انه كنت مكتئبه مزعوجه وكذا ساويت شيء معين ما حقول حدد نوع التجميل اللي ساويته لاحقا انا اندم ممكن ما عاد اقدر اتخلص منه قيمه او قيمه لذلك تحتاج وعي.
استعادة الثقة بالنفس مو بس أنا بتغيير لوكي أو تغيير شكلي، ممكن مثل ما حكيتي حضرتك بالحالة الطبيعية بنمط الحياة، رياضة، طلعة، فوتة، نشوف رفقات، نقرأ كتب، أي شيء، كل إنسان له شيء بيسعده. ممكن تمشي بالطريق مثل ما حكينا الشوبينج، تسوق، ولو كان مكلف كثير هالأيام صعبة شوي، أساساً ما حيكون التجميل أرخص، التجميل مكلف، يعني مو اي حدا ليستعيد ثقته بنفسه حيروح يساوي تجميل، عم بكلف مبالغ منا متاحه لاي حدا صراحه. فهي موضوع الثقه يعني منه حجه. انا بلاقي الدافع الاكثر او الدافع الاوضح لعمليات التجميل هي نوع من البرستيج او نوع من الموضه، هذا كل مكان في موضه. دكتوره، لما يعني خلال حديثك قلتي انه التجميل مسموح للمستوى الطبيعي، ايمت من شو هو المستوى الطبيعي؟ يعني شو هو الحد الطبيعي؟ يعني قلتي انه مثلا التجميل صار موضه او ترند، يعني صحيح. الناس بتروح على الانستا، الصبايا بتلاقيهم عم يتفرجوا على الفاشينيستات، بتلاقي يعني صحيح. كل وحده مثلا صبيه متابعه فبتتاثر بشكل كثير كبير، بدها تعمل ستايلها مثل مثلا مشهور حدا شخص مشاهير يعني التابعة، بتلاقي في يعني عالم آخر عايش بعيدا عن العالم الواقعي والحقيقي، فبيتأثروا فيه الصبايا والشباب الصغار ببداية عمرهم. بس إيمت بقول أنا هيدا مش من مستوى الطبيعي، يعني قلتي في مستوى أو حد معين صحيح. للطبيعي، يعني نشوف الصبايا بيعملوا بوتوكس، فيلر، إزالة بعض التجاعيد، طبيعي إنه هيدا روتين طبيعي، يعني بتحافظي على جمالك، بتأخذ الشيخوخة. بس إيمت بقول أنا مش طبيعي لما أشوف صبية عمرها 16 17 سنة صحيح. عم تتوجه لعمليات التجميل، لما أشوف مثلا ما رح أقول يعني صبية، يعني صبية مش كتير كبيرة مثلا بالأربعين، لا بعد الأربعين مثلا عم تبالغ بمثلا الفيلر والبوتوكس وهدول القصص، إيمت أنا بقول هيدا مش المستوى الطبيعي، يعني شو اللي بيحدد المقياس؟ تماما. شوفي هلا بمرحلة ما من العمر، سواء كنا سيدات أو رجال، وقت تظهر التجاعيد بشكل واضح، بشكل خلينا نقول حيغير الملامح، ملامح الشيخوخة، ممكن بعد الأربعين، بعد الأربعين وطالع. هلأ هون بدنا طبيب جراحي يعطينا المينيمال مقاس، لكن مو قبل الأربعين، يعني بالثلاثينات أو بالخمسة وثلاثين أساساً لسه ما عندك تجاعيد، ما عندك شيء، بعدك حلوة، بعدك ظريفة، شوية ماسكات من البيت، شوية عناية، شوية رياضة، أمورك تمام. لكن خلينا نقول وقت بيكون في تجاعيد، في بلشت مظاهر الشيخوخه، او حتى قبل ما تظهر بشوي، بيكون في انا عندي برنامج عنايه، برنامج عنايه يوميه او برنامج نوع من الوعي لان احافظ على بشرتي. لكن المرحله الحاله الطبيعيه بالفعل لما بيكون في بلشت علامات الشيخوخه، والسبب اللي حكيناه قبل انه السبب الاساسي وقت بيكون في انا عندي تشوه معين، علامات سيئه بالبشره بسبب عمليه جراحيه، بسبب حوادث، كثير في حوادث احيانا بتسوي تشوهات صحيح وحتى باعمار صغيره، فهون شيء طبيعي او اساسا من اساسا الاجراء التجميلي بالبدايه يوجد لهدول الحالات. تماما للحالات يعني عليكي. الجانب الثاني اللي حكيت فيه اللي مهم جدا، بنشوف الصبايا وحتى الشباب عم يتابعوا على الانستا وعلى التويتر وعلى عم بيتابعوا نجوم عالميين. هلا في قصه ثانيه بهي الموضوع، بتشوفي هلا بالفتره الماضيه كان في ترند كثير اخذ شهره، عم بيقارنوا النجوم وقت بيكونوا بدون ميك اب او بيكونوا بحياتهم اليوميه بلا فلتر حتى تمام؟ بلا ميك اب، وقت يكونوا قد ايه كان الفرق شاسع. فهيدا يعني الانسان الناس ما بيدرك انه هو الناس مثلهم مثلكم، لكن تحت الكاميرا الميك اب التجميل القصص عم بيغيروا 180 درجه، فهني ناس مثلكم تماما. فهيدا صار مرض، صار صراحه هي الشائعات عم تؤدي لمرض عند الصبايا، مفكرين انه بامكانهم 24 ساعه يكونوا قاعدين بميك اب، او حتى اي سيده انه تفكر انه بامكانها طول سنوات عمرها تحافظ على عمر ال20 او عمر ال30. بالنهايه العمر له حق، يعني بال40 شكلك حيغير عن عمرك بال20 وبال60 حيكون شيء غير. وبالمقابل بتلاقي سيدات او حتى فنانات حنقول بعمر ال60 او بال70 بعضهم محافظين على ملامح العشرينات، صراحه بتلاقي مو طبيعي. خليني اقول اسم، معلش، اصاله تكون من ما كانت ولا غيرها، يعني بتلاقي غير مناسب لعمره، يعني كيف انت بهي العمر طالعه اصغر من بنتك او اصغر من حبيبك؟ لا حلوه صراحه، حلوه لكن عم بحكي فرق بالعمر. لا حلوه حتى تماما. انا ماني ضد حدا، يعني كلهم حلوين، لكن بد ما فيكي تحذري عمرهم. لا 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 لا، هلا هذا الشيء بخصهم، فكلنا بنبحث على الجمال والحفاظ على العمر الصغير. انا بشجع الموضوع لكن نحافظ على شيء ملائم لعمرنا. طيب. او ملائم ل خلينا نتطرق لموضوع، هو موضوع التجميل عند الشباب. تمام. هلا كثير او دائما هلا عجبتني صراحه، حلو يعني جرنا الحديث انه نحن كل الوقت سيدات 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 سيدات، اعطونا حقنا اللي عم يطالبوا حقهم. يعني ما في عند الشباب، وهن صاروا تقريبا بقد الصبايا بيعملوا
ما بدنا نقول تجميل الفيلر والبوتوكس صار هو شيء من متطلبات متطلبات الحياة ولكن اذا الشاب بده يعمل عملية تجميل بنلاقي فيه عملية تنمر عليه من المجتمع حتى لو كان بحاجة صحيح. حتى لو كان هو بيرغب بهذا الشيء. خلينا نحكي عند الشباب اكيد هي اصعب صحيح. كقرار شخصي كقرار مجتمعي كيمكن بعد عملية التجميل صحيح. الدخول والعودة إلى المجتمع أو إلى سوق العمل. خلينا نحكي عن نقطة التجميل مع الشباب. تمام. طب حسألك لما بيكون ممثل شاب مسوي هاي التجميل حدا بيقول له شو عملت؟ ابدا. وحدا بيحاسب حيقول له شو عملت؟ بتعرفي شو اذا سببوا شعرهم بيتنمروا عليهم تماما. لكن لو كانوا مشهورين لو كانوا فنانين او شخصيات إلى مكانه بالعكس يقابل انه اي حلو ليكي زغران ليكي كذا بجنن. بينما الاشخاص العاديين وقت يسووا الفعل وقت يصبغ شعره او يغير القصة او قصة اقل من خلينا نقول غير مناسبة لعمره بالفعل المجتمع مباشرة انه رجال وما بصير وعيب وكذا. موضوع القيم الاجتماعية المعايير الاجتماعية صراحة هي بتحدد هاي الموضوع. في مجتمعات لا التجميل عادي او حتى ضروري جدا. ممكن شكل حلاقة الدقن انه ليك ما عم بيهتم بنفسه لازم يكون في اهتمام اكثر في قصص صاروا الحلاقين اساسا لما يروح الشاب يحلق شعره صح. موضوع تنظيف البشرة موضوع العناية بالبشرة والماسكات تماما. بالمقابل مثل ما حكينا انه في سيدات احيانا بيلجأوا للتجميل لحاجة علاجية لحاجة تجميلية بسبب عمليات او بسبب حروق او تشوهات كذلك الشباب يعني ما قال لي انا بقبل او ما عندي مشكلة يبقى طول هيدا الشاب او الرجل طول عمره حامل تشوه معين او ندبة معينة بوجهه او بايده او بجسمه. بالمقابل انا ما بسمح له يسوي تجميل ليه ما فينا نكيل بمعيارين. لكن موضوع لحتى المجتمع يتقبل هالقصص يحتاج وقت. بالمقابل ما يكون في اوفر بالموضوع مثل ما حكينا السيدات يعني ما اوفر شيء كثير حلو نسوي خلينا نقول خدود وشفايف وقصص هيدا المينيموم اللي صار طبيعي كذلك الشباب. لكن في مينيموم اقل من السيدات بالنهايه تمام. لكن ما فيك تضبطي هاي الموضوع هذا موضوع شخصي بالنهايه موضوع شخصي. في شباب بيقول لك لا انا عادي او انا حقي لازم يكون اجمل واحلى واساسا كثير في رجال خلينا نقول بعمر الأربعين او الخمسين مثل السيدات لما بيصحوا لا لازم حافظ على جمالي على شكلي على كذا كذلك صحيح. جهلة الأربعين سواء للسيدات أو للرجال جهلة الأربعين يعني بعمر معين الإنسان بيصحى أنه لا أنا بلشت أقرب من الشيخوخة فبدي أتمسك أنا لا بدي أتمسك بعمر الشباب أنا بإمكاني. طيب دكتورة بما أنه حكينا عن المجتمع خلينا نحكي عن دور العيلة. اليوم العيلة بتلعب دور كتير كبير يعني بنسبة الوعي عند الأشخاص إن كانوا صبايا أو رجال. يعني نحن نشوف هيك مفارقة مثلا ممكن نشوف صبية عمرها 16 سنة إما رايحة مع تعمل تجميل ولا نشوف ممكن بعيلة أخرى عكس هي الصورة. قديش بتلعب العيلة دور بنسبة الوعي ودعم حتى النفسي للصبية لحتى تثق بحالها تلاقي هي فعليا جميلة بعيدا عن كل مقاييس الجمال لأنه هو بالأخير حالة رضا وقناعة صحيح. ترجع للشخص. يعني أنت يا بتدعمي يا بتحاولي مثلا صحيح. تدعمي بطريقة صحيح. مختلفة صحيح. هلا انت اعطيتيني نص الجواب صراحه. بنرجع لموضوع الثقه بالنفس. قد ما بتكون الاسره او قد ما بتكون طريقه التربيه عم تعزز ثقه الصبيه او الشاب بنفسه بغض النظر عن التيابه بس هي بشكل مو الكل عم يربيها لانه مع السوشيال ميديا والمجتمع والعصر اختلف هلا هو العناصر هلا هو كلنا عم نشاركوا بالتنشئه الاجتماعيه. كنا نقول من زمان كنا نقول التلفزيون شريك بالتنشئه. هلا في عندك الاعلام عندك قنوات تلفزيونيه عندك الموبايلات اليوتيوب الانستغرام كل هول عم بيكونوا شركاء بالتربيه تمام. بس ما بامكانك هلا من قبل يعني ما بامكانك اذا قعدتي مع بنتك او حكيتي معها خمس ساعات بموضوع انه هيدا بيصير هذا ما بيصير شيء يحتاج الى تربيه يوميه بشكل صحيح. دائم قد ايه انا بجانب عم بتناقش عم نحكي ليكي فلانه حلوه ليكي هي الصوره ليكي هي القصص اساسا لما بكون في متابعه ومشاركه بالحياه اليوميه انا عم شوف بنتي شو عم بتتابع شو اللي بيعجبها شو اللي عم تعلق عليه او مثلا وقت بكون في احيانا اشارات بسيطه او اشارات معينه انا بلقطها مبكر انه بنتي فرضا تابعه حدا بالاعلام او خلينا نقول القيمه الاجتماعيه او القدوه وقت لك انه فلانه احلى شيء بالعالم ليكي ما احلاها ليكي كذا بامكانه يكون مثلها. هلا هون في تفاصيل الاهل بيصوبوها مع اطفالهم حلو يكون تكوني معجبة بهي الشخص بس مو لدرجة انك تقلديه او تقلديها بثيابها او بشكلها او بشعرها او بشي. لكن لا مانع نقلد بجانب الاطفال او المراهقين بهي الامر يقلدوا بعض الفنانين بتسريحتهم بشكلهم بكذا لا مانع. لكن ما يتحول لهوس ما يتحول لادمان لمبالغة اساسا. بتلاقي ناس بالغين بتلاقي سيدات بالغين او رجال
صار عندهم موضوع التجميل إدمان، عشرات أو مئات العمليات تجميل تحولوا لأشخاص مشوهين، ومع ذلك بهمهم قد في معجبين، قد في تعليقات، قد في كذا. فهون صار في أنا عندي حالة إدمان. موضوع التربية موضوع أساسي مهم، وكتير صعب بالفترة الحالية نتابع موضوع تنشئة أبنائنا مع كل شركاء التنشئة الموجودين في حوالينا، لكن في دور. شوفي لكن في دور، يعني أنا لما بسمح لبنتي بشيء معين غير لما بشاركها وبروح معها أو بشجعها. لما الأم بتكون عم تساوي فيلة روبوتوكس وقصصهم من محل لمحل، فطبيعي الطالبة بنتها بعمر معين بالمراهقة أو بعدها بهيك قصص. فهون بقى قدي أنا في عندي وعي اجتماعي، قدي أنا حريصة على صحة بنتي. أوكي بسمح لك لكن بعمر معين بعد 18 بشيء مناسب لا مانع، لكن يكون تحت رعايتهم. صحيح. المقياس وما نحرم عائلتنا وأولادنا الأكل لحتى نجمع مصاري ونعمل عمليات أو نعمل بوتوكس أو فيلا. نحن كتير بدنا نشكرك دكتورة، بدنا نتمنى الصحة النفسية أهم شيء لكل الأشخاص يلي عم يتابعونا. شكرا كتير لك. شكرا لك دكتورة. أما هلأ مشاهدينا بننتقل من عالم علم النفس لعالم السياسة وموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي ميس أورفلي. صباح الخير ميس. صباح الخير نور، وصباح الخير لمشاهدي الأخبارية السورية. موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على مدينة نابلس وقرية النبي صالح شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية إلى 6 شهداء، إضافة إلى إصابة 21 شخصا بجروح. واستشهد الشاب مشعل زاهي أحمد بغدادي متأثرا بإصابته الخطيرة التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على مدينة نابلس. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس، وأطلق جنود الاحتلال النار على الفلسطينيين. وبعد اقتحام المدينة استهدفت قوات الاحتلال عددا من المواقع بواسطة المسيرات، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة في نابلس، ونقل العديد من الجرحى الذين أصيبوا خلال العدوان على المدينة. قال مصدر مسؤول في الأمم المتحدة إن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء من أجل مناقشة خطط أوكرانيا استخدام القنبلة القذرة. وقال المصدر إن روسيا طلبت عقد اجتماع في مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة من أجل مناقشة الاستفزاز الوشيك باستخدام القنبلة القذرة من جانب أوكرانيا. كذلك أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن موسكو لا تنوي استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن البيت الأبيض تلقى رسالة من أعضاء في الكونغرس دعوا فيها للتفاوض مع روسيا حول التسوية في أوكرانيا. وقال كيربي: نحن نقيم الآراء التي أعرب عنها هؤلاء الأعضاء في الكونغرس، ونحن على علم برسالتهم، ونأخذ بعين الاعتبار قلقهم إزاء ما يحدث أثناء الحرب في أوكرانيا. وأكد أن الولايات المتحدة لن تجري مفاوضات مع القيادة الروسية بدون مشاركة السلطات الأوكرانية. وكان نحو 30 عضوا في مجلس النواب الأمريكي قد وجهوا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة دعوا فيها إلى مفاوضات مع روسيا. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ليلين إنه حين يتمتع النظام المالي الأمريكي بالمرونة حاليا، فإن الظروف الحالية تخلق ظروفا قد تؤدي إلى ظهور مخاطر تهدد استقرار النظام المالي. وأضافت ليلين: أمام اجتماع سنوي لاتحاد الأسواق المالية وصناعة الأوراق المالية الأمريكية في نيويورك، أن البيئة الحالية خطرة ومتقلبة بالنسبة للاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التقلبات في الأسواق المالية، مضيفة أنه يمكن في هذه البيئة أن تظهر المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
ختام موجز الاخبار، عوده لصباحنا غير مع ليا ونوره. شكرا لك ميسا. اهلا مشاهدينا، بننتقل من عالم السياسه لعالم الطقس، والمتابعه مستمره عبر رحلاتنا الصباحيه لحاله الطقس. هلا عم نشوف في اختلاف كثير كبير بدرجات الحراره. تمام نور، وفي اقاويل كثيره على السوشيال ميديا، يعني من الصبح بنطلع من البيت بيقولوا لنا هي اليوم المساء في منخفض، يوم المساء في يعني برد، رح ينزل برد او رح ينزل مطر مثل ما صار من يومين، لحتى نحن نعرف شو هي احوال الطقس، ولحتى نعرف هل صحيح في منخفض، هل صحيح فتنا بالشتويه من الباب العريضه مثل ما بيقولوا، رح نعرف اكيد كل التفاصيل مع المتنبئ الجوي ومدير مركز التنبؤ شادي جويش. صباح الخير استاذ شادي. صباحك. صباحك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. يا هلا. بالبداية استاذ شادي خلينا نحكي عن احوال الطقس بالايام القادمة، رح نشهد يمكن درجات حرارة منخفضة، رح نشهد بعض الامطار بدمشق والمحافظات السورية. هلا قبل درجات حرارة البارحة كانت دون المعدل، اليوم بتضل الحرارات تقريبا فوق المعدل او حول المعدل تقريبا، في ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم نتيجة التشمس. البارحة لاحظنا كان الجو غائم بشكل عام. فرصة الهطول هي بتبلش اليوم في ثلاث ساعات المساء والليل، وبكرة بتمتد لأغلب المناطق، يعني اليوم مساء والليل على المناطق الجنوبية تحديدا مدينة دمشق والمناطق جنوب دمشق. المحافظات الجنوبية اللي هي درعا وسويدا والقنيطرة هي الأوفر حظا بالنسبة للهطولات المطرية. بكرة إن شاء الله خلال ساعات النهار، ساعات بعد الظهر تحديدا، تنتقل الفعالية تدريجيا باتجاه الشمال، يعني المنطقة الوسطى المنطقة الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية الشرقية. رح نشوف غزارة بالأمطار يعني بدمشق فينا نقول؟ هلا الغزارة حتكون بالأكثر هي بالمناطق الجنوبية، يعني كل ما اتجهنا باتجاه الجنوب تكون الغزارة أكبر. المتوقع تكون البطولات على شكل زخات رعدية من المطر مثل ما حدث من يومين، لكن الفرصة الأكبر هي بالنسبة للبطولات الغزيرة حتكون منطقة السويدة درعا والمنطقة. نعم. طب استاذ شادي، يعني هل فينا نقول انه نحن دخلنا على الشتويه بامتياز ولا بعدنا يجب شوي بالخريف؟ رح يصير في ارتفاع بدرجات الحراره او لا خلص شتينا؟ لا الحقيقه لا، بالنسبه للحرارات ما انخفضت كثير، يعني احنا عم نحكي دون المعدل بحدود درجتين او ثلاث درجات مو اكثر، واليوم ترجع لمعدلاتها. في عندنا ارتفاع خلال اليومين القادمين، في عندنا ارتفاع الحراره متوقع تقريبا حتى نهايه فصل الخريف، يعني نهايه شهر 12 تقريبا تظل الحرارات حول او اعلى بقليل من معدلاتها الطبيعيه، طبعا عم نحكي خلال ساعات النهار، لكن ليلا انخفاض ملموس على درجات حراره خلال ساعات الليل المتاخر الصباح الباكر، نتيجه طبعا فتره الليل عم تطول، لذلك فتره التبريد عم تكون اكبر، لذلك انخفاض الحراره تكون. طب رح نشهد منخفض قادم قريبا؟ لا الحقيقه المنخفض القادم اتوقع خلال منتصف او نهايه الاسبوع القادم، يعني هلا بعد حاله عدم الاستقرار الحاليه اللي ذكرناها خلال اليوم الليل وبكره بالنهار، تستقر الاجواء بشكل كامل خلال يوم الخميس، وفي ارتفاع على درجات حراره خميس الجمعه. المنخفض القادم او حاله عدم الاستقرار القادمه حتكون خلال منتصف ونهايه الاسبوع القادم. تمام استاذ شادي، قبل ما ننتقل الى الموضوع يلي شاغل السوريين وهو الكسوف الجزئي، خلينا نعرف درجات الحراره المتوقعه لليوم الثلاثاء بدمشق والمحافظات السوريه، وبعدين خلينا ننتقل الى الكسوف الجزئي يلي رح يبلش بعد ساعات قليله. اي تمام، هلا هو تقريبا الحرارات متقاربه بالنسبه لليوم، يعني ما في فروقات كبيره. الحرارات عم تتراوح حول المعدل بحدود ال 27 درجه نهارا اغلب دمشق ومعظم المناطق الداخليه، ليلا عم تكون بحدود ال 15 درجه فقط. المرتفعات الجبليه عم بحدود ال 20 تنخفض ليلا الى 9 درجات. طبعا المناطق الشرقيه ومنطقه الجزيره عم تظل الاجواء حاره نسبيا بحدود ال 30 نهارا تنخفض ليلا الى 18 درجه مئويه. طيب استاذ شادي خلينا نحكي عن الكسوف الجزئي اللي راح يحصل بعد شوي، خلينا نحكي بعض التحذيرات اليوم، شو ممكن نعطي بعض المواطنين بعض النصائح؟ لا تماما، التحذيرات هي عدم النظر المباشر لاشعه الشمس، طبعا نحن لما يكون في عندنا كسوف كان جزئي او كلي يحجب اشعه الشمس، يكون فينا نحن نطلع نوعا ما على الشمس، يعني بامكاننا بالاوقات العاديه
احنا ما فينا نطلع عشان بس نتيجة الإضاءة الكبيرة. لذلك بوقت الكسوف بيكون في عنا يعني مجال انه نطلع على الشمس بفتره اطول، هذا الشيء بيضر بالعين او الشبكيه تحديدا. طبعا الاخصائيين الدكاتره بيعرفوا بهالامور، لذلك بنحذر من النظر بشكل مباشر من دون استخدام النظارات الواقيه، النظارات طبعا المخصصه لهي القصه ليست النظارات الشمسيه، طبعا النظارات الشمسيه العاديه هي مضره اكثر. او يستخدموا نظارات الحام احيانا تبع الحام الحديد او اذا ما هنالك من الوسائل الغير موثوقه. طبعا افضل طريقه لمشاهده كسوف الشمس هي من خلال ما ذكرنا النظارات الخاصه او عدسات الكاميرات اللي حتبقى طبعا عبر محطات الاذاعه التلفزيون. نعم استاذ شادي جاويش، بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله هيك الله يبعث الخير. شكرا كثير لك، واكيد ناطرينك يوم الثلاثاء الجاي. ميرسي لك. شكرا لك اكيد المتنبئ الجوي شادي جاويش. وهلا بننتقل من عالم الطقس لعالم الصحه، موضوع كثير مهم نحكي فيه عن صحه وسلامه العين واخر تقنيات تصحيح البصر مع الدكتور مجد عوض، اختصاصي امراض عينيه وجراحه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحك دكتور. يعني بالبداية خلينا نعطي ملاحظة صغيرة، إنه نحن يعني منضل منقاوم لآخر شيء، يعني نوصل لوجع راس رهيب أو لعدم رؤية رهيبة لحتى نحن نروح عند دكتور العيون. اليوم يعني العمر المدار قديش لازم نحن نكون واعيين أكثر لحتى يكون عندنا ثقافة شوي هيك نروح عند الدكتور، نتابع أطفالنا حتى مع بداية أي عام دراسي بأنه نحن نشيك، وايمت لازم نشيك على عيوننا، وشو هي المراحل او شو هي التحذيرات يلي نحن لازم نحس فيها لحتى نروح عند الدكتور؟ هلا بشكل عام الشخص اللي عنده اي مشكله عينيه لازم بشكل دوري يفحص عن طبيب عيني، يعني كل سنه. الاولاد لازم من اول عمر 4 سنين يكون اول فحص عيني، بعدين فحص دوري على 6 سنين للعشر سنين. اي مشكله عينيه بتصاحب الشخص، حكه، حرقه، ضعف نظر، بشوف شرار ضوء، يعني ما فينا مثلا يسال جاره او لحاله هو يفتح الانترنت ويعرف شو، لازم يروح عند طبيب اخصائي عينيه. صحيح. لانه كل مشكله لها علاج، وكل ما كان العلاج اسرع كل ما كان افضل. طيب دكتور، خلينا نحكي عن التقنيات الحديثه لتصحيح البصر، خلينا نعرف للناس شو هو الليزك، يعني اذا بدنا نعرفه بشكل مبسط لكل المتابعين. هلا الليزك هو احد الجراحات الانكساريه، هي جراحه انكساريه مجهريه دقيقه، بنستعمل اشعه ليزر اكزايمر ليزر. هالاكزايمر ليزر بيساوي استئصالات موضعه بنسيج القرنيه، بيعدل سطح القرنيه. يعني اذا كانت القرنيه محدبه مثل عندهم ضعف بصر بسطحها، اذا كانت مسطحه بحدبها. الهدف من تعديل انحناء القرنيه للضوء يفوت بشكل منتظم ويتوضع على الشبكيه ونشوف رؤيه جيده 100% بدون نظاره او عدسه لاصقه. دكتور، يعني دائما نحن بنطرح موضوع الفرق بين الليزر والليزك، هو حرف ولكن بعلم العيون شو الفرق؟ يعني كيف فينا هيك نوضح لكل حدا عم يتابعنا انه في فرق كثير كبير وهي شيء وهي شيء؟ تمام. هلا الليزر والليزر الاثنين بيعتمدوا على تقنيه الاكزايمر ليزر، يعني نحن نفس الليزر اللي بنستعمله لتصحيح النظر بالعمليتين. بس بالليزر نحن بنطبق الاكزايمر ليزر على الطبقه السطحيه من القرنيه، بالليزك بنطبقها ضمن سماكه القرنيه. بالليزر نحن بنقشط الطبقه السطحيه اللي اسمها الابيتاليوم، بنطبق الليزر. بالليزك نحن بنقص القرنيه، بنساوي فلاب شريحه بالقرنيه، بنرفعها وبنطبق الليزر ضمن سماكه القرنيه. الهدف ليش نحن بنطبق سطحي وليش بنطبق عميق حسب درجات المريض. يعني الدرجات الخفيفه وتكون صوره القرنيه سماكتها ضمن الحدود الطبيعيه بس على الحد الادنى، نحن بنطبق الليزر على سطح القرنيه. الدرجات العاليه مثلا ميوبي ضعف بصر اكثر من 4 درجات، مد البصر حصرا، الاستجماتيزم الدرجات العاليه، نحن على الطبق على اذا طبقنا الليزر على الطبقه السطحيه ما بيروحوا الدرجات كلها، فبنضطر نساوي فلاب شريحه، بنرفع القرنيه ونطبق الليزر ضمن سماكه القرنيه. هلا الفرق بيناتهم، الليزر في الم بيستمر من يوم ليومين محمول،
محمول يعني ألم محمول مع المسكنات بمشي الحال. وليرجع يشوف المريض رؤية جيدة 100% بده من 5 أيام للأسبوع. الليزك ما في ألم بس إحساس بحرقة أو إحمرار أو انزعاج لمدة 6 ساعات، والرؤية بترجع خلال 12 ساعة طبيعية 100%. طيب دكتور خلينا نحكي، يعني ذكرت إمتى ممكن الواحد يلجأ لتقنيات تصحيح البصر، خلينا نقول إمتى بيلجأ؟ يعني في كتير ناس بتحط نظارات وبتقول لك أنا بتمنى فعلا أتخلص من النظارات وفعلا شوف، إمتى فيني أنا ألجأ لهي التقنيات ولا تصحيح البصر وفيني أتخلص 100%؟ نحن بنعرف مثلا المد والضعف في درجات معينة بتوقف عندها، ممكن أنا أقدر صحح النظر وهون عند درجة معينة لا أنا ما فيني أقوم بهي العملية. تمام. هلا هي الليزك عملية تجميلية، يعني اللي بلبس نظارة ومرتاح عليها فينا ما يساوي العملية. صحيح. اللي بلبس لانسز عدسة لاصقة ومضايق فينا يساوي. الهدف هو ان نحن نقيم اللانسي العدسه اللاصقه او نقيم النظاره عن طريق عمليه الليزك او الليزر. اللي عنده ضعف بصر، مد بصر، استجماتيزم كله بيروح من نص درجه للعشر درجات. خلال 10 دقائق بيكون ثاني نهار مستغني عن النظاره عم شوف رؤيه 100% بدون نظاره طبيه. نعم. دكتور ولكن هي التقنيات والتحديثات هي اللي عم نشوفها بعالم طب العيون هي ما عم تواكب كبار السن، يعني دائما عم نشوف عند كبار السن بيلبسوا نظارات هي 1.5 2.5، هدول النظارات اللي خلص صاروا عيارات معروفه عند كبار السن. معقولة ما في حلول لا ليزك لا ليزر ولا أي تقنية؟ لا في حلول تماما. هلا هو عمر الليزك هو من 18 سنة لل 45 50، لأنه بعد ال 45 بصير شيء اسمه مد بصر شيخي. مد بصر شيخي ما له علاقة بالقرنية. هو نتيجة عدم مطاوعة أو عمل ضعف بعمل العضلات اللي بتحرك الجسم البلوري العدسة، بصير ما عاد فينه يطابق ليشوف للقريب. بالليزك ما بتصير لأن احنا بنصلح سطح القرنية. الحل الثاني هو زرع عدسات، هلا حديثا عم نزرع عدسات داخل العين مالتي فوكل للبعيد والقريب. بتصير المريض بيزرع عدسة جوات العين بتواكب اذا كان عنده بدايه مي، اذا كان عنده بدايه مي بيضاء نحن بنسحب المي البيضاء الساد يعني وبنزرع عدسة مالتي فوكل، بصير بشوف للبعيد والقريب متعدده المحارق. او اذا كان صغير وما بتسوى له ليزك قرنيته رقيقه درجاته عاليه كثير، في عدسه اسمها اي سي ال نزرعها فوق الجسم البلوري العدسه الاساسيه بالعين، بصير بشوف البعيد والقريب كمان 10 على 10. يعني عم نشوف هلا كثير يمكن شيخوخه العين عم تصير بعمر صغير نتيجه القعده الطويله على الموبايلات كمان نتيجه الكهرباء على الموبايلات الامراض الستريس التعب النفسي كله بيأثر على العضلات. هي شيخوخة العين يعني عن جد عم نشوفها منتشرة يعني على الأربعين. بالمدن مثلا بيجيني مريض مثلا ساكن بالمدينة بيشتغل في جهد في توتر نفسي في أمراض سكر ضغط، تلاقي على عمر يعني 40 45 بصير بحط نظارة قريبة. بيجيني مثلا ختيار ساكن بضيعة هوا نظيف أكل نظيف عمره 60 سنة تلاقيه عم شوف للقريب أحسن نت ضعيف بدون نظارة لأنه ما عنده نت. صحيح. طيب دكتور خلينا نحكي عن العدسات، زراعة العدسات بالعين، يعني هي العملية قديش نسبة نجاحها والعدسات بتكون دائمة إلى آثار سلبية أو إيجابية أو عدم الالتزام يمكن بما يقول الطبيب ممكن يأثر عكسا عليها؟ لا زراعة العدسات بالعين يعني عن طريق الجهاز الفيكو هو زرع العدسات الاي سي ال يعني تعتبر هي من اكثر العمليات امانا بالعمليات الجراحيه بالجسم كله. تمام. لانه اجهزه كلها مجهريه على المجهر، اجهزه ليزريه، التعقيم 100% يعني نسبه النجاح بتفوق 99%. تمام. طيب دكتور نحن يمكن من يعني منحب انه نحن نحسن نظرنا، نهتم بنظرنا سليم ومعافى، ولكن اي عمليه كانت او اي اهتمام كان او اي معالجه كانت اكيد من بعدها في لازم اهتمام، واكيد حياتنا بتختلف بكل شيء. اليوم كيف نحن بنعطي هي التعليمات لمريضنا؟ هل ممكن نرجع نعمل عملية ليزك أو ليزر أو ما بدنا نسميها عملية هي صارت كتير شيء سهلة تقنية، في يعني ممكن ترجع تنتكس العين مرة تانية خلال مثلا أشهر ولا لا؟ وكيف لازم نحن نهتم من بعد الليزر أو الليزك؟ تمام. بالنسبة لعملية الليزك هي ما العملية سهلة، يعني هي من أدق العمليات اللي بتصير بالجسم لأنه بده يكون الجراح متمكن وبيكون الجهاز جديد وبيكون دراسة قبل العملية هي أهم
اخذ درجات منيح، فاحص شبكيه، فاحص العين بشكل كامل، يكون المريض ما عنده امراض ثانيه، امراض مناعيه، امراض سكري، وتكون المريض محضر منيح، وساوينا صوره القرنيه، القرنيه سماكتها منيحه ومعاييرها منيحه، وساوينا العمليه وكانت العمليه ناجحه، تستمر العمر كله ما بتنقص. اما اذا كان مثلا عمر صغير ساوينا المريض، دراسه الدرجات ما كانت منيحه، ممكن ترجع تنقص. اذا المريض اهمل بعد العمليه، لازم 5 أيام ما يفوت مي جوات عينه، ما يتعرض لدخان، لغبره، ما يحك عينه، بتكون نتيجه. اما اذا المريض بده اذا التزم بكل هاي الاجراءات وعمل ليزر نتيجة 100%. وكان في عنده مشكله، يعني بحس انه ما عاد البصر 100%، بتكون في خلل بالعمليه ولا شو المشكله بتكون؟ هلا هي غالبا بتكون جفاف العين بعد عمليات الليزر او الليزك، بصير في جفاف. هلا الجفاف هذا بيروح وبيجي حسب العادات، اذا في عاده طويله على الكمبيوتر، على الموبايل، نوم قليل، تغذيه غير صحيه، اللي ساكن منطقه جافه يعني بالداخل الشام غير اللي ساكن على البحر، اللي بيتعرض كثير لابخره، يعني بكون هون انتكاس، هون لا هون بصير جفاف على الاطراف. بيمشي الحال. يعني انا بعرف حالي مثلا عملت ليزك كل شيء والتزمت، بعد ما عم تشوف رجعت، يعني بعد ما في عين 100%، عين الثانيه لا، شو اللي بيكون؟ هي بيكون يا هي صغيره ساوتها ما كانت لسه ثابت الدرجات، يا من اول ما ساوتها في مشكله، بس واحد بيكون مثلا عنده نقص 4 درجات، ساويت له العين اليمين 100%، اليسار ضل فيها درجه او درجتين، اول فتره ما بحس، يعني بيكون واحد ما بيشوف، بصير بيشوف بفكر انه ممتازه، بعد فتره وعلى الجهد وعلى التعب بحس انه هاي العين مو ظابطه، بس هي بتكون من اساس العمليه مو ظابطه. تمام. دكتور نجد شكرا كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى السلامه للكل، وبنتمنى يكونوا استفادوا المشاهدين. شكرا. اكيد نتشكرك دكتور، واكيد نتمنى الصحه والسلامه لكل الناس. اما هلا مشاهدينا ننتقل لمادتنا التاليه وتحديدا لحلب. يمكن مع بدايه الحرب بسوريا حاول الارهاب يضرب تاريخ وعراقه وحضاره محافظه حلب واسواقها الشهيره، لكن كالعاده ابناء المدينه رجعوا فتحوها من جديد ليعود خان المشهد وصابونه العتيق يفتح ابوابه من جديد للزوار. خلونا نتابع التفاصيل بالماده التاليه. بعد مرور سنوات حاول من خلالها الإرهاب ومن يقف خلفه تدمير عراقة وتاريخ خانات حلب، باءت هذه المحاولات بالفشل ولم تجد نفعا أمام العزيمة والإرادة التي يتحلى بها أبناء المحافظة. فقد عاد خان المشهد وصابونه العتيق في منطقة جبل شلبي فاتحا أبوابه مرحبا بزواره مرة أخرى، ونافضا كل غبار الحرب التي تحولت لمحفز للنجاح. صناعة الصابون صناعة قديمة بمدينة حلب عمرها آلاف السنين، لكن العائلات اللي لازالت عم تعمل بالصابون لحتى الآن وعمال بتشتهر هي عائلات قديمة اللي مضى عليها بحدود 400 عام تقريبا. شجرة الزيتون شجرة مباركة، بتعطي الزيت وبتعطي الصابون وبتعطي البهرين. حافظنا على التراث القديم، حاولنا نعمل صناعات جديدة مثل مثلا البيلون، ضفنا عملنا شامبو بالبيلون، شامبو بالدريرة. رممنا هذا الخان اللي كان متعرض للخراب، رممناه من أول وجديد ونورجي العالم أنه حلب عصية عن الإرهاب، حلب عم ترجع بتعيش مرة ثانية، حلب ما بتموت. ترميم هذا الخان يعد نموذجا للحفاظ على القيمة الأثرية والتاريخية، ولا سيما أنه مرتبط بمهنة شعبية وتراثية لأبناء المدينة. ما حدا فينا يستغني عن زيارة العطار، والقادم أجمل هدية ممكن ياخذها من الحلبيات الشرقيات الموجودة هون، أو العطور أو الصابون الحلبي. كل العطر اللي فيها بالصابون، بالعراقة اللي فيها، فنحن كل ما لنا بحلب وبسوريا عم نطور العراقة أكثر وأكثر. مبادرة كتير حلوة، شغلات حلوة عم تحيي سوريا كلياتها، وخاصة تراث الحلبي، عم نجدد تراث الحلب. يبقى الهدف ثابتا هنا حلب، لتكون عبر هذه الخطوة التي تهدف إلى صون الهوية الثقافية أيقونة للتراث والأصالة والتاريخ. خطوة تأتي تكريسا للمكانة الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية لمدينة حلب التي كانت وستبقى نبض سوريا التجاري. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.
متابعينا اكيد بصباحنا مشاهدينا، واكيد يمكن كلنا هلا وكل السوريين ناطرين الحدث وهو الكسوف الجزئي اللي رح نتابعه اكيد سوا وكلنا. وبنرجع بنكرر على التحذيرات يلي لازم نحن ناخذها بعين الاعتبار، هو عدم النظر مباشره. العدسات الشمسيه او النظارات الشمسيه هي ضاره، في عدسات خصوصي لحتى نتطلع بالشمس. ومتابعين اليوم بصباحنا ودائما بصباحنا نحن بنستضيف ومنضوي على المواهب السورية يلي إلها بصمتها، وخلونا نرحب اليوم بالفنانة التشكيلية يلي إلها عديد من المعارض الفردية والجماعية رويدة عبد الحميد. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. ودائما يمكن نحن برحلاتنا الصباحية بنسلط الضوء على الفن التشكيلي وكل ما يخص الفن التشكيلي واهم العاملين بالفن التشكيلي. كثير لك معارض فرديه وجماعيه، بس خلينا نحكي يمكن من خلال معارضك في توجه للفن التصويري وفينا نقول العمل بالاكريليكي. دائما في عندنا كل فنان هيك في زاويه خاصه بميل من خلال متابعاتنا لتقنيه معينه. شو اللي جذبك او ليش فضلتي فعليا؟ هلا اي فنان ببلش مسيرته الفنيه لازم يبلش زيتي، لابد يعني انه يبلش زيتي. ليش؟ لانه الزيتي للفنان المبتدئ لاي حدا بده يفوت بالفن هو سهل مرن يعني طيع سلس، انه بسمح بالخطا كثير يعني بسمح لك عاطيك هامش انك تغلطي وتصححي بهي المرونه اللي فيه. نحن الأكريليك هو تقنية صعبة كتير ما بتسمح بالغلط، يعني بدك تكوني أنت فايتة بالزيتي وفهماني الألوان، فهماني التقنية، فهماني المس لحتى توصلي له. هلا الزيتي أنا بلشت فيه كفنانة هي شيء بديهي، مع الوقت السلبيات الزيتي أنه بينخلط بزيت النفط، وزيت النفط ريحته تعمل حساسيه لبعض الاشخاص. صحيح. يعني في ناس بتتحسس على ريحته، هي السبب اللي يمكن الاساسي اللي انا خلاني اتركه وتوجه للاكريليك اللي هو بينمزج بالماء. يعني هلا فيه كذا مشكله واجهتني وانا عم اشتغل زيتي. سريع هو بطيء الجفاف، يعني انت عم تكوني الفنان لما بيكون عنده حاله من الشغف عم يشتغل ويرسم ما في يستنى لحتى ينشف هذا الجزء لحتى يكمل هاي الأفكار اللي عم تتدفق منه، فبيعيق الزيتي إنه أنا ما فيني انتظر لحتى ينشف لحتى فيني عبر هاي الطبقة. شغلة تانية إنه ريحة النفط، الألوان لما تجي على إيدك على الثياب لا يمكن إزالتها غير بالنفط، فكان هاي الشيء يعني متعب إنه مثلا بدك أنت تدهني جلدك بالنفط، نطفي تمسح الجلد بالنفط قبل الصابون. يعني في هي بس الاشياء شوي بتعمل تعب للبعض الاشخاص، في ناس ما عندها مشكله فيها. شغله ثانيه انه انا جربت الاكريليك وحبيته يعني، بس انه مثل ما قلت لك الاكريليك غير الزيتي، اول شيء بنمزج بالمي، المي سريعه الجفاف غير الزيت. شغله ثانيه انه هو اي غلطه اي شيء انه اجيت على ثيابك سهل الإزالة، بس إنه بده جرأة. يعني أنت لما بدك تاخدي الضربة بدك تعرفي كيف تاخديها أو إنه صعب يعني. فالأكريليك صعب شوي، ما بيعطيكي هامش إنك تخطئي بحقه مثل بعض العلاقات. دقيقة جدا. مثل بعض العلاقات إنه في ناس تعطيكي فرص كتير لحتى تصلحي، هو الزيتي الأكريليك ما بيعطيكي كتير فرص. بس بالنسبة للرسم الواقعي الكلاسيكي اللي هو أشبه بالفوتوغراف، الرسم الخام تكون مثل معنا الزيتي افضل. يعني الاكريليك لا يمكن يعطيك هذا الاحساس لما انت ترسمي وش بورتري شبيه بالفوتوغراف، يعني اخذ واقعيه. الاكريليك ما بيساعدك، ما بيساعدك انك كل ما حطيتي طبقه بدك تحطي الثانيه وتعملي مزج، ما بيلحق الطبقه فورا تنشف وما عم تعطيكي هاي الهارموني او هالدمج الانسيابي بين اللونين. فتوجهت للأكريليك واستمتعت فيه وكملت فيه، ما عاد رجعت للزيتي. تمام. خلينا لكن نحكي ونتعرف أكثر، يمكن عم نشوف نحن وعم نتابع حديثنا معك عم نشوف
بعض اللوحات من عمل حضرتك، ولكن خلينا هيك نحكي شوي عن اللوحات، نحكي شوي عن يعني عن المعارض الفردية يلي حضرتك عملتيها أو المعارض الجماعية يلي حضرتك شاركتي فيها. هلا أول معرض لإلي كان ب 2012، هي كانت أول تجربة، ودائما الفنان بخاف من أول تجربة. صحيح. كيف هو يعني أنا درست الفن بمركز مجيب داود للفنون التشكيلية تابع لمديرية الثقافة، مدته سنتين وتخرجت منه. عادة الفنان لما يدرس ويتخرج لا يمكن يعمل معرض فردي، ما عنده الجرأة يعمل معرض فردي سريع بعد قساته بيكون انه خبراته لسه ما اكتملت. نعم، لكن هلا عم نشوف يمكن بعض اللوحات خلينا نحكي عنهم، هنن شي بورتري، شي عم نلاقي يمكن بعض يمكن اللوحات هي تحاكي الحياة بشكل عام، يعني الحياة العائلية، وكمان يمكن هيك خلينا نحكي عن الألوان، خلينا نحكي قديش هيك لوحات هي بتكون قريبة من المتلقي أو قريبة من المشاهد. هل اللوحات هي الموجودة عندكم هي عبارة حصيلة تجارب 15 سنة، يعني كل مجموعة لتجربة لمعرض فردي أخذت نمط محدد، شيء ناقش العلاقات الاجتماعية، شيء ناقش البيئة الساحلية، أغلب مواضيعي كانت تتناول المرأة، المرأة بكل حالاتها ولا جوانبها ولا اهتماماتها ولا أي شيء بخص المرأة. المعرض الأخير كان بتناول قصة آدم وحواء والخطيئة الأولى، اللي هي نحن بنرجع بالزمن لورا بنتفاجأ أنه نحن جينا على هالحياة بخطيئة وعقاب وندم، فما بالك كيف راح تتسلسل قصة حياتنا. فشي طبيعي نحن يعني هالخطايا اللي عم نشوفها ما نتفاجأ لأنه نحن بلشنا جينا بهيك شكل. فهذا كان موضوع معرض الأخير اللي موجود هلا مقام بصالة لؤي كيالي بالعفيف. ومعرض لوما، لوما اللي أعطيته عنوان لوما، هي لوما كنت يسألك شو اللوما هي عبارة بنحكيها بعد كل خطيئة. لوما قلنا، لوما فعلنا، لوما حكمنا عفوا. فهي بتعقب اي شيء نحن بنندم عليه. فهو هي اللومه تسلسلت كثير بحياتنا وما اكثر اللومه. طب بس من خلال يعني حديثك دائما بتعملي اسقاطات بكل معرض، يعني لحالات او لواقع، بتحبي دائما تعكسي الواقع الحالي او تجارب عشتيه او تجارب انسانيه محيطه، يعني كل حدا ممكن بتلاقي فيه رساله بالفن التشكيلي لانه هو واسع وكثير كبير. صح. بس لما نشوف اسقاطات بهي الطريقه ففي رسالة هادفة حابب توصليها أو تعكسي الواقع اللي عايشتيه. هلا الفنان هو ابن الواقع يعني بس لازم تحسيه فياض بالمشاعر، يعني مثلا أنا مختلفة. إيه هلا أنا بشوف الواقع ما بعبر عنه كما هو، لأنه لما بدي أعبر عنه مثل ما هو أنا ما أضفت للمتلقي أي شيء لأنه هو شايف الواقع. مهمة الفنان إنه يغرف من هذا الواقع ويعطي كثير من إحساسه ومن خياله ويقدم الواقع بصورة أخرى برؤية فنان، لحتى ممكن يفرجيك شيء، يفرجي المتلقي شيء مو شايفه. يعني دائما في إشياء أنه نحن كفنانين لازم نضيفها على الواقع لحتى نسمي أنه من قدمه فن مو تصوير، مجرد تصوير نسخ لصق للواقع. تمام، يعني كمان خلينا نحكي يمكن كثير من الشباب والصبايا بعمر صغير عايم بيمتلكوا موهبة ولكن يمكن ما بيعرفوا من وين بيبلشوا. اليوم كخبرة 15 سنة من المشاركات من العمل المتواصل، أي حدا حابب يمكن يتعلم الرسم، يتعلم خطوط أساسية، كيف نحن فينا نفيده كفنانين؟ هلا انا بالنسبه لي تبنيت المواهب وغير المواهب، يعني اي شخص نحن
نحن لما بدنا نستقبل طلاب بده يكون عنده موهبة أو بده يمتلك الحب الشغف لحتى يتعلم. يعني الموهبة ما ضروري لحتى نحن نتبنى الطالب ونعلمه. صحيح. أو الطفل بكفي نشعر أنه عنده حب للتعلم، لأنه الرسم علم مثل أي علم، ما من أجمل الطاقات اللي ممكن يستثمرها الأطفال. فنحن تبنينا هاي، أنا استلمت فئات عمرية مختلفة بتتراوح من 6 سنوات ل50 وما فوق. فكنت شوف أنا في اهتمام من الكبار والصغار، من الكبار اللي هنن كانوا يحبوا الفن وإجت الظروف منعيتهم من أنه يكملوا، ورجع شافوا بعض المعارض، شافوا بعض اللوحات، أيقظت فيهم الإحساس من أول وجديد، وحبوا أنه هالشيء اللي كان جواتهم يرجعوا يفرغوه. لأنه مثل ما بنعرف أنه الرسم هو تفريغ، هو تعبير. صحيح. هو أنه مشاركة، أنت عم تتشاركي مع اللون، عم تتشاركي مع وسط، أنت عم تشتغلي على سطح وتخلقي عمل جديد. يعني في ولادي عندي عم تخلقي شيء من ذاتك، شيء من خيالك، شيء من الواقع. تمام. فهذا الكوكتيل، يعني الواحد لما بيشعر بهال في شيء بيتفرغ، في شيء بيعبر، هي شيء احساس جميل. بالنسبه للاطفال، انا كنت ارفض الاطفال اللي من تحت من 6 سنوات وتحت، ارفضهم. ليه؟ لانه ما فيك انت تدليهم وين يروحون، مو هيك هذا العمر. مع انه انا الطفل بحب انه نتركه لخياله، صح، بس هذا العمر الطفل بشكل عام عنده خيال خصب. نحن لما منجي تنعلمه نحن عم ناذي هذا الخيال تبعه وعم نقطره على عمر صغير. فانا كنت دائما اترك انه على الاقل انه تركي الطفل 6 سنوات لحتى يعبر مثل ما بده، بعدين تعي تبني ووجهي. صحيح. ايه، فهون كنا نحن نستلم هاي المواهب، طبعا نترك لها، نحن نعلمها بس نترك لها مش للخيال. يعني كمان ما فيكي انت، واللي فاجئني انا بهي الاطفال انه للاسف الخيال صاير كتير ضيق بسبب التعليم ونمط التعليم عنا، انه تلقين تلقين. فالطفل انه اعمل هيك، كيف بدي اعملها؟ فهي كانت مشكلي، يعني انه نحن بدنا شيء يحرض خيال الطفل، ما يكون مجرد انه معلومه داخليه وتهي. نعم. ست رويدة عبد الحميد الفنانه، نحن بدنا نشكرك كثير. شكرا كثير لك. تسلمي لي. شكرا. اكيد بدنا نشكرك ونتمنى لك التوفيق بمعارضك القادمه. اكيد كل التوفيق لك. تسلمي. شكرا. شكرا لك. اما هلا مشاهدينا بننتقل لموفدة الاخباريه غيداء زيفه لنقل وقائع مؤتمر العلمي الدولي الثاني للتخطيط المكاني الذكي والبيانات واداره البيانات العمرانيه. صباح الخير. صباح الخير غيداء. يسعد صباحكم على هواء الاخباريه السوريه. اهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم متواجدين في قاعه رضا سعيد في دمشق لنقل اعمال المؤتمر الدولي العلمي الثاني بعنوان التخطيط المكاني الذكي ودور البيانات العمرانيه. الافتتاح الرسمي طبعا سيكون في تمام الثانيه ظهرا، ولكن يسبق الافتتاح محاضرات تحضيريه لاعمال المؤتمر من قبل باحثين عرب واجانب من ايطاليا والاردن وسوريا والعراق. بالاضافه الى ذلك سيكون هناك عرض لمجموعه من الباحثين لأبحاثهم العلمية البحثية التي سيتم تطبيقها بداية في محافظة دمشق من خلال مشروعي دمشق الكبير 2040، والمشروع الثاني هو مشروع أحياء نهر بردة. بالإضافة إلى ذلك هناك عرض تقديمي لمشاريع التي قام بها المعهد العالي للتخطيط الإقليمي. للحديث أكثر معنا عميدة المعهد الدكتورة ريدا ديب. أهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيكم، ومنرحب فيكم بمؤتمرنا التخطيط المكاني الذكي ودور البيانات العمرانية. بداية تحكينا عن المشاريع التي سيصار إلى تقديمها من خلال العرض التقديمي. تسمحي لي بالبداية أني أتشكر راعي المؤتمر رئيس مكتب التعليم العالي في القيادة المركزية رفيق الدكتور محسن بلال. أتشكر جميع الداعمين لهذا المؤتمر، وأتشكر أيضا رئيس جامعتنا الدكتور محمد أسامة الجبان. الحقيقة هذا المؤتمر جاء احتياج حقيقي للمرحلة التي تمر بها سوريا اليوم.
وأيضا هو احتياج لمتطلبات التنمية المستدامة التي تطلقها حاليا المنظمات العالمية باتجاه مدن خضراء وباتجاه مدن أكثر بيئية. الحقيقة العمل في مجال التخطيط يستدعي الانتباه إلى ضرورة أن تكون البيانات التي نعمل بها هي بيانات متشابكة ومعقدة، وهنا كان لابد من التوجه نحو فكر التخطيط الذكي للتعامل وإيجاد الحلول في كيفية التعامل مع هذه البيانات. وهنا جاءت محاور البحثية، المحاور البحثية التي تقاطعت مع مستويات التخطيطية من المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي إلى المستوى المحلي، لتنسج هذه المحاور وفق متطلبات المكان. يعني بالنسبة لنا المتطلب الإقليمي هو موارد طبيعية، وهو أيضا مياه، هو أراضي زراعية، هو موارد الأرض كلياتها حتى بما فيها المناخ. وأيضا بالنسبة لنا على المستوى المحلي هناك المدن المستدامة والمدن الذكية وغيرها من المتطلبات المرادفة لهذه المحاور. وهكذا جاءت. ما المقصود بالمدن الذكية؟ المدن الذكية هو تعبير بسيط ولكنه معقد بآن واحد الحقيقة. الأبحاث التي جاءت من قبل الباحثين كلها بحثت في خصوصيات المدن الذكية، فهذا التعريف هو تعريف متشابك. الذكاء هو ليس مبني على التحول الرقمي ويحتاج إلى بنى تحتية، ولكي تكون مدننا قابلة للإدارة والتنبؤ المستقبلي بالتغيرات التي تطرأ عليها والاستشراف للحلول، علينا أن نكون نتوجه إلى المدن الذكية. إذن هي عبارة عن إدارة ذكية لبيانات المدن ولسلوكيات هذه المدينة ورصد المتغيرات المعقدة فيها وإيجاد وتنبؤ واستشراف حلول لها بما بوفق الإمكانيات المتاحة الموجودة والمتوفرة ووفق الخصوصية الاجتماعية لهذه المدن. كما علمنا أن هناك سيكون عرض لمجموعة من الأبحاث سوريين وعرب وأجانب أيضا، وسيتم اختيار بحث من هذه الأبحاث للفوز على ما يبدو. معايير اختيار البحث المصار إلى لنيله الجائزة كمان. هلأ الحقيقة الأبحاث بعد قراءتها هي أبحاث مهمة جدا، وهي جاءت متنوعة وغنية بالموارد الطبيعية، بالمياه، بحصاد الأمطار، بالتجهيزات الاستطلاع وللرصد، تقنيات حديثة جدا. يعني احترنا لمن ممكن أن تكون هذه الجائزة الحقيقة، الكل يستحق الجائزة. فما بعرف إذا نحن بالأخير رح يكون في تكريم للباحثين جميعهم، يعني الحقيقة لأنه كل واحد هو أبدع بمجال تقديمه. فوالله أنا شعرت أنه الجميع يستحق هذه الجائزة. قد ألغي هذه الفقرة ونوزع الهدايا على الجميع. شكرا لك. أهلا وسهلا. نعم، بالعودة إليكم زملائنا بالاستديو، المؤتمر ننوه أنه لمدة 3 أيام، وغدا سيكون يوم حافل لأنه سيكون هناك توقيع لاتفاقية تعاون وتبادل الخبرات بين محافظة دمشق والحديقة الوطنية الإيطالية لامبيلا، والتعاون على وضع نهر بردة على لائحة التراث الطبيعي على اليونسكو، بالإضافة إلى دراسة اتفاقيات لجامعة دمشق مع مجموعة من الجامعات الأوروبية والعربية التي يمثلها الباحثون القادمون من هذه الدول. عودة إليكم زملائنا في الاستديو. شكرا لك غيداء. أما هلأ مشاهدينا منتابع باقي محطاتنا برحلتنا الصباحية لليوم، وصلنا لفقرتنا الأخيرة. محطتنا الأخيرة لليوم رح نحكي فيها عن التسميات الجغرافية لمحافظة من المحافظات السورية، وخلونا نرحب بالمهندسة رانيا شمسين، ماجستير بالعلوم السكانية. أهلا وسهلا فيك. اليوم اخترنا تسمية جغرافية لمحافظة طرطوس. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. وسهلا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن أصول أسماء المحافظات والقرى، يعني قبل ما نحكي عن تسميات محافظة طرطوس، من وين بتجي؟ يعني كلياتنا يمكن نخطر ببالنا انه هي الاسماء من وين بتجي لما تسميات المحافظات في قرى اسماء جدا غريبة، في إلى قصص وحكاية اكيد.
إذا بنعمل مسح على تسميات المناطق الجغرافية بنلاقي تقريبا نسبة 80% هي تسميات عربية، والباقي هو تسميات ذات أصول لغوية قديمة كالآرامية، السريانية، الآشورية، الكنعانية، اللاتينية، اليونانية، الرومانية. طبعا من هالمجموعة هي الأكثر تكرارا أو الموجودة أكثر هي التسميات الآرامية. طبعا أنا ذكرت هالنسبة التسميات العربية 80%، لكن قد تكثر في منطقة وتقل في منطقة أخرى طبعا لطبيعة المكان وتاريخه وقدم الموقع. بالنسبة للتسميات الجغرافية بمحافظة طرطوس، الحقيقة هي المحافظة كمساحة هي من أصغر المحافظات، ولكن بالرغم من ذلك في تنوع كتير حلو بتسمياتها، وهذا الشيء ما هو غريب كونه المنطقة طبيعة خلابة، عنا بحر، سهل، جبل، حضارات متعاقبة كانت على المكان. قد نبدأ بالمدينة، مدينة طرطوس. التسمية أصلها هي أنترادوس، وتعني سميت بذلك لأنها تقابل أرادوس والتي يقصد بها جزيرة أرواد. أرواد هي كانت مركز مملكة فينيقية حكمت الساحل المجاور لها فترة طويلة من الزمن. وإذا بنحكي عن أرواد، أرواد أيام الفينيقيين كانت تسمى أرفاد وتعني الملجأ، وفي زمن اليونانيين أرادوس، والرومان أيضا أطلق عليها مرفأ الأرجوان. ممكن أيضا تسميات أخرى، بانياس يلي هي أيضا مرفأ ومدينة ساحلية جميلة، ازدهرت وتطورت، هي مدينة عريقة أيام اليونان وأيام الرومان، وعرفت ببلانيا ثم بولنياس والتي تعني الحمامات. طبعا مع الزمن يتغير الاسم حتى أصبحت على ما هي عليه بانياس. لفظا حتى هو بيتم أصله بس لفظا تماما مع تكرار الحضارات يعني. تماما ومع تكرار الأيام، وبياخذ حتى فينا نقول سمة عربية قريبة من لغتنا العربية. ممكن نحكي عن إدريكيش، أيضا هي مدينة ضمن المحافظة جميلة إلى ميزات سياحية. اسمها تماما الحرف باللغة اللاتينية، إذا استبدلنا حرف الدال بالبداية بحرف التاء تعني الكهوف الثلاثة. إدريكيش صافيتا، صافيتا أيضا أصل التسمية السريانية وتعني صفاء الحياة. هي بالنسبة إذا نقول على مدن المحافظة. وإذا نحكي بشكل أكثر عن القرى، في كثير لها مدلولات، مثلا تسميات قرى ومزارع لها مدلول مرتبط بالمياه، وهذا الشيء ما هو مستغرب، المياه هو عصب الحياة وشيء طبيعي تكون كثير من التسميات على مستوى سوريا مرتبطة بالمياه، مثل على سبيل المثال بيت المروية نسبة لوفرة الينابيع، بيت المسيل، وادي البركة، وغالبا بيكون في سبب، يعني مثلا بركة مياه قديمة سميت القرية بهذا الاسم. عنا كم هائل من القرى التي تبدأ بعين، ولا سيما في محافظتي اللاذقية وطرطوس. لوفرة المياه طبعا، لوفرة المياه، وغالبا في هالمناطق الجبلية المياه تخرج بشكل طبيعي على شكل عيون وينابيع، لهيك بنلاقي ندرة تسميات بئر وجب، لا حاجة لحفر الآبار، المياه كل منطقة يوجد عين. وغالبا أيضا بتكون عين هو الجزء الأول من التسمية، الجزء الثاني هو صفة اسم، مثل عين الصحن على سبيل المثال، كون عين الماء كانت ضمن حفرة صخرية تشبه الصحن سماها الأهالي بهذا الاسم. عنا عين الجوز، عين الريحانة، وهون نشوف أيضا التسمية أيضا كمان مرتبطة بالنباتات والمزروعات. غالبا بيكون مثلا أشجار الجوز كانت منتشرة، أشجار أو نباتات الريحان. طبعا قائمة التسميات اللي هي مرتبطة بالنباتات كثيرة، مثل دلبة، دردارة بسبب وفرة مثلا أشجار شجر الدردار، زويتينة، وهي شيء طبيعي، وحتى التسمية المرتبطة بالزيتون إلى أكثر من شكل على مستوى سوريا، أم الزيتون، الزيتون، زويتينة، تماما يلي مرتبطة بزراعة الزيتون واستخراج الزيت. عنا مثلا ممكن نذكر القطلب، ظهر الديس بسبب نبات الديس الشوكي اللي كان موجود بالمنطقة. نعم سترانيا، يعني اليوم نحن هيك عم نضوي بفقرة كتير حلوة على جمال وغنى سوريا، واخترنا اليوم منطقة ساحلية
جميلة يعني بخضارة بمياهها بموقعها أيضا الجغرافي. اليوم قديش مهم أنه نحن كسوريين نعرف عن المعاني، نعرف نحن وين ساكنين، ليش سموها هيك، ليش هاي الأسامي أطلقت على بعض القرى، على بعض الأرياف، على بعض المدن التابعة إلى طرطوس والنسبة لها. وأكيد هلأ يمكن العوامل البيئية والمناخ أكيد هلأ تغير، يمكن عين شغلة ما بقى فيها مي. تماما، التسمية بقيت ولكن المعلم تماماً. اختفى 100%. خلينا نحكي يمكن عن هاي الدراسات يلي نحن يمكن ضمن اختصاص حضرتك، دائما مواكبة تطورات المناخية تماماً. مواكبة يمكن التسميات والمعالم أيضا الجغرافية. كتير حلو نعرف أصل تسمية المكان، وحلو نعرف تاريخ جغرافية المكان بأي شيء. يعني على سبيل المثال نحن بدمشق من جمع القلعة، قلعة دمشق، نعرف إيمت بنيت، إيمت كذا، معلومة حلوة وفخر لإلنا التاريخ في أي مكان يوجد هناك بقعة تاريخية أثرية عريقة. إذا بنرجع تسميات المحافظة مثل ما ذكرتي حضرتك، احيانا التسميه لسبب ولكن هالسبب بيزول. عين دير بيكون بقايا دير، بقايا منه شيء بسيط ولكن يسمى مثلا دير الحجر او يبقى التسميه. يعني كان في اسماء مثلا حسب حادثه منطقه تماما، في حكايه حتى بين هيك، هي نقول القرى جميله جدا مزروعه بالذاكره. مزبوط، وحتى في احيانا تسميات اتخذت من الموقع الجغرافي وما زال يعني موجود، مثل عنا بالمحافظه جارة الوادي، عندنا مثلا العلية بتكون القرية هي مرتفعة عن ما حولها. شو الاسم الغريب ممكن تحكي عنه بمحافظة طرطوس ملفت؟ يعني في نحن بنسمع عبر نشرات الأخبار صرنا نسمع بأسماء جدا غريبة وقرى ما كنا نسمع عنها قبل التسميات. شو اللي ملفت ممكن تحكي لنا عنه؟ ممكن اسم قرية أو إلى حكاية أو تماما. إلى سردة. أنا ممكن خاصة. أحكي عن تسميات ملفتة أو لا نشاهدها إلا بهالمحافظة. مثلا في عنا قرى تبدأ بظهر، مثل ظهر صفرة على سبيل المثال، ظهر الديس، هي يقصد بالظهر هو المرتفع الجبلي أو مصطبة الساحلية. عنا قرى الوطى هي نتيجة انخفاضة. جارة الوادي قرية أنا بحس تسميتها مجدلون البحر، الروضة، وادي الماس، عين الذهب. هي الحياة بطرطوس التسميات جميلة أكثر ما أنها ممكن تكون غريبة، بالعكس هي مرتبطة بالطبيعة، بالآثار، بالمياه، بالتضاريس، بالموقع الجغرافي. في تسميات نحن بنسميها إلى مدلول بشري اجتماعي تنسب إلى أشخاص. صحيح. مثل مثلا هي بلدة ساحلية الحميدية، وهنا أيضا الحميدية هي اسم متكرر على مستوى سوريا. عندنا الشيخ سعد بطرطوس، هي نسبة للشيخ سعد الذي حارب الصليبيين ولها فيها ضريح. الشيخ بدر، الشيخ بدر. أيضا بلدة سياحية مشتى الحلو، يقال قرأت في أصل التسمية أنها نسبة إلى آل الحلو، ومشتى أيضا أنه هي مركزا شتويا لحفظ بذور ديدان الحرير او دودة الحرير. وهناك راي اخر يقول ان اصل التسميه ارامي. في تسميات الى مدلولات ما حكيت بالحيوانات، بالاضافه للنباتات حيوانات. عندنا بلده الجرجور، هي تعني باللغه اعشاش النحل، والمنطقه اشتهرت بزراعه النحل. رأس الخشوفة أيضا في المحافظة، هي أيضا لغة هي تعني رأس أبناء الغزلان. ممكن نحكي خربة المعزة قرية. السلورية أيضا بلدة بالمحافظة، نسبة بسبب اشتهر سكانها بتربية سمك السلور ضمن بركة كانت بجوار القرية. نعم سترانيا، يعني بالختام من خلال حديثك يمكن ركزتي بنقطة أنه هيك يقال وممكن هيك يقال وممكن هي تعود إلى، ولكن اليوم نحن كسوريين من مرجعنا تماماً. يعني ما بدنا نحن نعرف معلومة يمكن هيك ويمكن هيك ويمكن هيك تماماً. كيف فينا نحن نثبت هاي الوثائق بختام حديثنا تماماً. حضرتك ضمن يمكن المجهود الكبير يلي والدراسات الكتيرة عبر السنين يلي حضرتك قمتي فيها تماماً. اليوم نحن كيف فينا نعطي هيك عطبق من الماس للسوريين تماماً. انتوا عرفوا الأسماء، مرجعكم هذا هو فقط تماماً. هلا غالبا في تسميات المرجع وحيد نشتغل على شيء تماما
لا أكيد هلأ في تسميات المرجع واحد ومعروف، يعني مثل مثلا ذكرنا طرطوس بانياس، ولكن في كثير مدن ومنها دمشق يقال في أصل التسمية أكثر من مدلول نتيجة عراقة المكان، ولهيك الخوض في أصل التسميات ممتع جدا وصعب جدا، لأنه في بعض الحالات تتعدد الاحتمالات والفرضيات ومرور الحضارات الكبيرة تماما وقدم المكان صعب نرجع، ولكن في كثير قرى قد يكون أصل التسمية فقط من مثلا من الأهالي أو عندنا أكثر من احتمال، لهيك يقال مشان ما يكون في جزم بأصل التسمية. أكيد المهندسة رامية شمسين نشكرك على وجودك معنا، موضوع جدا جميل ومهم رح نحكي يعني عنه بمحطات صباحية قادمة لمحافظات أخرى نتوسع بأصل التسامي، قديش جميل نعرف اسم المنطقة وأصولها وحكاية المنطقة اللي سميت بهيدا الاسم. شكرا كثير لك. شكرا لحضرتكم. شكرا كثير لك. وسوريا أكيد حلوة بالمدن بالتاريخ بالحضارات وببيئتها وبمناخها، وهيك يا ريت نحافظ عليها أكيد بنفوسنا وبقلوبنا. يعني بنهاية صباحنا لليوم بدنا نتمنى لكم كل شيء حلو بتتمنوا انه هو يتحقق، والسعادة لقلوب كل الناس. وأكيد يمكن رح نتابع الكسوف الجزئية لكل الحلقة، عم نكرر انه بعد شوية أكيد على شاشة الإخبارية السورية. بدي أتمنى لكم نهار سعيد ويكون مثل ما بتحبوا يا رب. ونهارك سعيد نور. نهارك سعيد ليا. أكيد نتمنى هالنهار يحمل الخير والبركة والرزق الكتير وراحة البال ويكون مثل ما بدكم وأكيد وأحسن. والتقانا بكرة على شاشة الإخبارية بنفس التوقيت. من هلأ لبكرة تصبقوا بألف خير. باي باي.